يعني مكاني يعني مديرة أعمال هيك مش قادرة. أنا عندي مواعيد. Thank you يا ريتا. Thank you. طبعا جماعة أنا قررت أصارحكم بشيء، إنه أنا عندي شركة. خلص أنا قررت أصارحكم، وصل معايا الموضوع إني أصارحكم. خلص أنا عندي شركة. المشكلة مش أنا عندي شركة، المشكل إنه أنا رح أصارحكم. شو الشركة؟ بعد الكاريزما هاي كلها مستحيل ما تكونش عندي شركة، يعني مستحيل، يعني بعد هاي الأناقة وهاي الكاريزما مستحيل ما تكون في شركة. أوكي، هاي الريش أصلي، لما بتعملي هيك بينحط الريش كله في إيديك، يعني أصلي. شوف، شفتوا كله أصلي. خليني نلبس الجاكيت تبعي، لأنه صراحة ما بقدر أحكي معاكم أنا بدون جاكيت. فالجاكيت تبعي هذا فيك تلبسه هيك، يعني لما تكون رايح ما تمسكي زوجك يخون فيك ورايحة تلحقي وراه تتنكري هيك. أوكي، هيك تتنكري. هي الجاكيت يعني فيك تستعمليها لكثير أشياء، فيك تتنكري تمسحي الحمرة ضروري عشان ما يتوسخ، وهيك تتنكري. أوكي، هذه جاكيت نزيها بلالط اسمها نزيها بلالط هذي. أوكي، ضروري تكون لابسة النظارة والطاقية هذي عشان لما تلحقي ما يمسكك. فمن موضوع لموضوع أنا حسيله مهم، بدك هيك تلحقيه وما يمسكك، وبدك هون لما تمسكيه عشان تقهري اللي معاها، لأنه لازم تقهري اللي خانك معاها عشان تبين إن عندك كاريزما. تلبسي هيك جاكيت عشان تقهري اللي خانك معاها، وهيك عشان تمسكيه. أوكي، بعد شريعة عشان تضربيهم الاثنين. أوكي، لأنه مستحيل تطلعي بالكاريزما تبع كاريزما، خليها بعدين. شيليها هيك، شيليها يصير لبسك سبورت، تضربيهم بعد ترجع تلبسيها وتطلعي من المكان اللي انت كنتي فيه. يعني هيك شيك، فهمتوا؟ اوكي، بدي انا اليوم ما بدي اعصب اليوم، لانه الصراحة مين عنا فاتحين، ما عندي، ما بدي العب مع ناس مش من مستوي الصراحة. محمد رمضان لازم يفتح، هيفا وهبي لازم تفتح، تامر حسني لازم يفتحوا لايفات. انا مستوية ما عاد العب مع المستويات، لا خلص. رن علي محمد رمضان اليوم راح يفتح لايف، تامر حسني راح يجي للبرنامج، انا راح اجيب لكم فنانين للبرنامج. مش لعب، اوكي، مش لعب الموضوع، يعني خلص. انا يا اعتزل البرنامج يا اجيب ناس. في كريستيانو قريبا راح يوقع عقد مع شركة التيك توك يصير يفتح لايفات، ميسي، نيمار، انجلينا جولي، كلها يعني الملابس هذه مستحيل، يعني مستحيل. من وين؟ عند كوكو صاحبه الملابس هذه. كوكو هي بتلبس بس المشاهير، صراحه صعب نتلبسكم. يعني ما بقول مش اعلان، يعني ما صعب نتلبس، بتلبس بس الناس اللي زي محمد رمضان، فهمتوا؟ عشت الدور كثير أنا اليوم والله، بخاف. شو مالك؟ يعني هاي الفقراء اللي بترن علي، أشرف وسامة بيرن علي، يعني أشرف وسامة خلاص لازم، يعني قولوا له اعمل له بلوك، اعمل بلوك. حالك يا اشرف وسامة،
لا اشرف اسامه يعني ولاو بيرن يعني اشرف اسامه متى رح تصحى حالك ولا عاد ترن عليا؟ انا صرت من المقامات اللي فوق، من المقامات اللي فوق، من الليفلات اللي فوق، ما بلعب معاك. اليوم رح افتح لايف مع محمد رمضان، يعني انت يعني تعال شوف اللوك يعني عشان لا وبيرن يعني وبيفصل علي اللايف. خلاص لازم الناس بدي اعصب، ما بدي اعصب. بعرف لماذا فعلي، بس لو انا مثلا مش معروف هو ما مش ستايلك. انا اذا احب غنية بغنيها بدون ما تدفع لي. خلاص المشكلة مش هنا، المشكل قلبي قلبي. ما حتى اللي غنيت له غنيته وشارت له احلامي طايره ذاك يطلع في التلفزيون يقول غنيتي مشهوره من زمان، وقلبي قلبي ذاك مشهور. هو ذاك يقول غنيتي مشهوره. في ناس ما بتقول لك كلمه شكرا، يعني ما بتحب تقول هيك. لا لا ممكن اللي غنى يا قلبي قلبي معروف في مكانه، معروف في تونس بس انت بتعرفه. ما ايوه بس انا ما كنت اعرفه، الاردن ما كان يعرفه، مصر ما كانت تعرفه. يعني نسبه لو اخذنا مشاهداته، لو اخذنا مشاهدات الفيديو تبعه وحطيناها على جوجل راح نلاقي الدول العربيه كلها شايفه الفيديو، مش بس اهل تونس. انا عن جد ما كنت اعرفه سمارة بالمره، ما كنت اعرفه، مش تقليلا منه بس عن كنت بعرفه، هو ناجح وشاطر بس انا ما بعرفه. الله يخليك والله ونعم فيك. ف انت بس نزل اغنيه وخلي بقي عليه. لا انا بقدر اوضح للناس يا اخوان، اللي بده ينزل اغنيه يكلم ضحى قلبها كبير تنزل تنتشر لك اياها ببلاش، روح طلعت بتاخدش مصاري. عيش ايش انا خبط مال منهم والله، بس انا بحب كلمه روح شكر. روح. روح يا قلبي روح، ما عليك نزل اغنيه وما عليك. اسمع نزل اغنيه وابعثها لي، بس قول شكرا، بس قولوا شكرا يا جماعه. ايه نزلها على. طب ليش اغنية سمارة ما تسجلتش الموسيقى تبعتها باسمك؟ بختاني طيب لنا سمارة عادي، سمارة راهو رقم واحد في تونس يا هم. ما نحكي بتونس هسا، نحكي بالوطن العربي. يعني برا احكي معاه، هذه تو تحكي على فنان هو رقم واحد في تونس، ماكش باش تخليه يفهم انه انت اشتهرت له اغنيته. معناها الراجل هو في مخه رقم واحد في تونس، ما تنجمش تدخلها له المخ وانت اشتهرت له اغنيته. لا يقول لك مش ما انت اشتهرت له اغنيته، فاهم؟ طيب ايش هي اغنية اشرف؟ انا هي اغنية اشرف ما فيش شيء صعب. ما بده نزلها اصلا ضحك. تعرفي قديش كلفته؟ والله العظيم لو شرى لي سياره احسن له في هذاك الوقت. يا اخي ملاحي هو شهر غنيته، ملاحي ملحلح تو هذيك غنيه. بس هو شهرها بعرف. شفت ليه هي راي تقدر الواحد يشهر غنيته. عرض خدمات، والله لو ضليت ارقص على اغنيه سماره 100 سنه ما حد يعرفها. فتقعدوش تداونوا عندي بالتعليقات، كلنا فاهمين الدنيا، احنا مش هبل، احنا مش مثلكم، نفهم ما لا تفهمونه. يا اخوان بدنا نفوز هسه، خدتونا بالبريم. يلا يا جماعه شيروا اللايف، شيروا اللايف، خلينا نجيب مخبز. والله نوريكم شير يا رجال، شير عشان نروح للجوله. يلا اخر جوله، يلا روحوا، برجع لك بعد الجوله بخمس دقائق واغلبك وعد. هلا روان بعد الجوله بخمس دقائق، هي على بدايه الساعه 9:05 10:05 بجيكي. طيب اوكي يلا دير بالك. يلا يا رجال لا تعال. شو ماله قال لي برجع لك بعد الجوله؟ ما لتو شو انت وبس انت بدينا نقيتك بس من بين الدنيا كلها.
جماعه شفتوا المسابقه نزلتها لكم في الانستغرام؟ بكره راح اعمل السحب، بكره راح اعمل السحب، اول ما توصل الصفحه 10,000 راح اعمل السحب. فوتوا الاول مسابقه هيها، جبت لكم ايفون للربح. اي نعم، بكره راح اربحكم الايفون هذا. سهله كثير، تفوت هون تعمل متابعه للصفحه وتضيف كل اللي ضيفتهم الصفحه هذول. اوكي، بكره راح اعمل السحب، لا تنسوا ولا حدا، لا تنسوا ولا حدا، ديروا بالكم. توصل 10,000 هسه، هسه بعمل السحب. انتم ال 5,000 تفوتوا هسه تضيفوها، هي ناقصتها 5,000، تفوتوا هسه تضيفوها. هو اليوم بعمل السحب اليوم. انت وبس، انت اللي بدل انا ايتك بس. بينتنا كنا قلبي حاصل كتير اشتقت دخيلك يا الله، دخيلك يا الله. زمين سكر، زمين ايه مانا. ننظف الغرفة ونام واصحى بكير بكرة، يوم طويل يوم. بكرة راح افتح لكم لايف جماعة، بكرة ما عندي شيء، راح يكون لايف دون ما اصحى الصباح، افتح لكم لايف نلعب لبين اوكي. مش عارفة اصحى بكير ولا ما اصحى، مش على الاكيد، بس يمكن اصحى هيك لحداش افتح لكم لايف للتنتين ثلاث. بعدين عندي موعد، مواعيد، عندي اثنين اشياء لازم اصورهم. غسان يا اخي، شنو هالدب هذا اللي يفوت لللايف يسلم علي بالدب؟ شو هالدب هذا؟ أسكر خلاص. صاحب السمو جولة رحمة، أقليش رحمة بكرة، بكرة الجمعة رحمة. العب جولة مع مين؟ لعبي مع رين. تصبحي على خير، خلي غدوة صبح. صايرة ما عاد اصحى بكير، مشكلتي بكرة الصباح. يا سهر ليالي، يا 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 حلوي على بالي، يا 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 ترا را 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 را. شاكر سكر جماعة، شاكر شاكر سكر. شكون كريمة؟ شكون كريمة؟ شو المريول تقطع المريول؟ تونسية جولة رحمة، إن شاء الله الفوز إلها رحمة أكيد، يعني خاوة رحمة أكيد رح تفوز، خاوة الفوز إلها بدون نقاش. نجيب لكم رين، نضحكوا شوي.
هيك، انا دايما هيك لما يشوفوا عندي ابو مشهور يخافوا يهربوا.